التحدي تحدي التحدي أمي دافع عن رأيك والكل سامع قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا إيه المنافع وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع إيه تحدي إيه تحدي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من التحدي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التنبؤات، التنبؤات وعلم الفلك، وبكرة جايلك أيام كويسة وبعده جايلك أيام مش كويسة وحياتك هتبقى زي الفل وحياتك هتبقى يعني فيها مشاكل كتير. ده يعني التنبؤات اللي هنتكلم عليها النهاردة من الوجهة الشرعية ومن الوجهة الاحترافية. معنا حد محترف في هذا العلم، ومعنا طبعا حد من الأفاضل علينا، الشيخ محمد البنا مدير عام بالأوقاف. أهلا بك فضلت الشيخ، شرفنا الله. أيضا معايا الفلكي الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا أستاذ سامع. اسمح لي أن أنا أبدأ مع فضلة الشيخ. تفضل. يا فضلة الشيخ، أسطورة التنبؤات، يعني في علم أو مذهب بيقول أن أنت برج كذا هتبقى بكرة أيامك كويسة وأيامك فيها مشاكل، وليهم حسابات والنجم والقمر والحاجات اللي بنسمعها دي. تعليق حضرتك على الكلام ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه العزيز: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. ثم أما بعد، بداية أرحب بالدكتور أحمد فلكي وجزاه الله خيرا. ثانيا، عملية التنبؤات دي قالوا فيها أنها لا تجوز إلا في علم الفلك في حالة واحدة، في الطقس. ده فيما يخص الفلك، العلم الفلك يعني لا يجوز الا في الطقس. الا في الطقس، تنبؤات خاصه بالطقوس. تمام. بكره يقول لك الجو درجه الحراره كذا، وبكره في امطار او في كذا، لان في اجهزه حديثه هي وعلم ودراسات وفي اجهزه حديثه وعلم ودراسات بتستكشف هذه الاشياء. من خلال هذه الاجهزه والعلم وهذه الاشياء بتقول لك ايه اللي هيحدث غدا. تمام. أما غير ذلك فالشرع الحكيم لا يجوز أو لا يبيح لأحد أن يتنبأ بهذه الأشياء، ولو تنبأ بهذه الأشياء لكان من أفضل الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يعني الأثر الصحيح، اجتمع أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل يستطيع ربك، يعني معنى الأثر، هل يخبرك ربك بأن تخبرنا بأن الأسعار الرخيصة تكون متى حتى نربح وندخر من أموالنا ما نشاء؟ تمام. أو تخبرنا بأن الأرض التي لا ثمر فيها، الأرض الجدباء، يعني نخرج منها ونجلس في أرض يعني خصبة تنبت وتزرع؟ فنزل جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: قل هؤلاء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كلام جميل، كلام جميل. خلينا نروح بقى للدكتور. أنا يعني يا دكتور أحمد، يعني فضلت الشيخ قال ان الكلام اللي بتقوله ده او يعني علم الابراج او التنبؤات ليس له من الشرع اساس ولا واقع، ده يعني مخالف شرعا. ترد على تقول ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الله تعالى في القران الكريم وفي الاثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت مصطلحات عديده تدل على ان التنبؤ وعلم الابراج والنجوم كان متواجدا وكان يستخدم
من قبل المسلمين في زوط ملتهم وخلافاتهم الإسلامية، الخلافة العباسية، الخلافة الأموية، ومن قبل ظهور الإسلام. لا تقصد النجوم الاسترشادية يعني يسترشدوا بالنجوم. وأيوه الاسترشادية اللي هي تنبؤ بالمستقبل. التنبؤ بالمستقبل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تم التنبؤ بظهوره من خلال قصة. تم التنبؤ بظهور سيدنا محمد لما أتى واحد إلى قصة ملك الفرس. هو كان في كسوة نوشوان، في اثنين كسوة. الكسوة الأخير اللي هو في ناس روم. في ناس لا ملك روم هرقل. هرقل. أما كسوة كان في يوجد اثنين كسوة. أنا أقصد كسوة نوشوان اللي هو الأخير اللي هو اللي كان مصدر قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كسوة أو طفأة النار في عهده. المهم في ناس راحوا قالوا احنا شفنا رؤيا كذا 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 الموبزان، فجاب اللي هم حراس النار أو خدام النار، فجابهم فقال لهم انا شفت رؤيا كذا كذا كذا، فبشروه بظهور نبي من العرب جاهم سيظهر كذا كذا. فرؤية سيدنا محمد تم التبشير به من خلال النبوءات. اذا في تأصيل للنبوءات اكيد على مر التاريخ، ان لها اثر. رجع تاني اقول لها بعد اذنك طبعا بس انا بس اخذ فرصتك كامله اتفضل. ارجع تاني اقول ان النبوءات مخالفه للشرع، ليس مخالفه للشرع، لان الله لا يقسم ولا يذكر، لا يقسم الا بكل عظيم. والسماء ذات البروج، اولا علم الفلك والتنجيم والنجوم ليس الابراج فقط، في نبوءات شامله، فلك سوب مواقع النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والسماء ذات البروج، اذا جاء الى ذهن الانسان عندما اذكر استاذ سامح يذكر كلمه الابراج، لا يتبادر الى ذهن الانسان منذ ان بدا الله الخليقه حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعه الا الابراج اللي موجوده في السماء. ما فيش هي والسماء الابراج اللي موجوده في السماء، والسماء ذات البروج، ولا يقسم الله الا بكل عظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ليها اثر. اما حته علم الريب، ان هو لو علمت الريب لاستكثرته من الخير، يوجد ريبان، ريب مطلق وريب نسبي. والامام محمد بن طولي الشعوي وكثير من ائمه السنه والاثر قالوا ان هناك ريبان، ريب مطلق وريب نسبي. ريب مطلق هو علم الساعه لا يعلم احد، حتى علم الساعه قال تعالى الاثر صحيح، اكاد الاثر صحيح اكاد ولا مجتمع عليها اكاد فيها. اما علم الريب النسبي هي الحاجات ايه ما فيه ريبان. علم الريب النسبي بقى هو دون الحاجات اللي ريبه عن الناس في امورهم الدنيويه. انا مثلا انا مسافر بس ما اعرفش عقبه السفر ده ايه، انا مثلا هنجح ولا لا، ما دي حاجات ريبه عننا. لما بالحسابات الفلكيه بتنكشف بقت ريب نسبي، حاجات دنيويه يعني ليس لها علاقه بالريب المطلق. كلام جميل. يعني ممكن بالحسابات الفلكيه نقدر نعرف طبعا طبعا الحاجات اللي امال انا بتوقع. طبعا طبعا علم الارصاد، علم الارصاد لما بقول لك انا بتوقع بكره ان الطقس هيبقى كذا، ما دي بتوقع. كلمه التنبؤ مذكوره في القران نصا، وانبئ سيدنا عيسى وانبئكم بما تاكلون وبما تدخلون في بيوتكم. لا دي جهاد، لا 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 هقول لك حاجه، اكمل كلامي انا لسه جاي اكمل كلامي. انا ما تعتقدش برضه في الشيء، سيدنا عيسى في الاخر ما تطوعش القران اخد فرصته للناس اللي تحكم. وانبئكم بما تاكلون في بيوتكم، لا 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 وانبئكم بما تاكلون وبما تدخلون في بيوتكم، ان في ذلك لآيات لكم كنتم مؤمنين. انا اذكر ايه سيدنا عيسى بشر، انا اذكر كلمه التنبؤ في حد ذاتها مش مخاف لانها مذكوره في القران. كلمه التنبؤ نص ماشي ماشي. وانبئكم بما تاكلون هل انت فانا ارجع اقول انه له اصول وله قواعد وله اثر له تواجد. خلينا نشوف فضيله الشيخ. فضيله الشيخ يعني التنبؤ له تاصيل في القران، وسيدنا محمد تنبأ به قبل مجيئه، ويعني ده كلام الدكتور متواجد في الاحاديث. لا معلش الاحاديث فلا اقسم. طب اتفضل رد على انا عرض بس سيبنا اتكلم. اتفضل. هو اصلا طوع القران الكريم لرايه الخاص، هو لرايه الشخصي. طبعا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من استكمال الكون، من استكمال الكون علامات النجوم دي ربنا سبحانه وتعالى وصفها لاشياء ثلاثه، وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ماشي بالنجم اهتداء هداية. تمام. ثانيا احراق للشياطين، دي النيازك مش النجوم. لا احراق للشياطين، لا النيازك. لا النجوم ما بتنزلش، النيازك بينزل الشهب والنيازك هي اللي طب خلينا فضيل الشيخ دي مصطلحات. النجم ما بينزلش، النجم بيتحرك ابعد. اما الشهب والنيازك دي اجرام. طب نخلي فضيل الشيخ بس هو يتكلم. انت بتديني ايوه. طب اتفضل يا فضيل الشيخ. اتفضل. ماشي. هو طوع القران الكريم لرايه الخاص. ماشي. تنبؤ سيدنا عيسى قل انبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لكم، دي صوره ايه في سوره ال عمران. تمام. تنبؤ سيدنا عيسى دي معجزه من معجزات الانبياء. هل انت زي سيدنا عيسى؟ انا بقول لفظ التنبؤ معلش لا اثر في القران. معلش ما بقول كلمه التنبؤ برضه معلش. لا ما بقول وفي الاخر عيسى ليس اله. ربنا ذكر ربنا نفسه. اسمعنا بس يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، يا دكتور احمد، ربنا ذكر نفسه التنبؤ برضه في سوره الرعد.
تمام. ام تنبئونه بظاهر من القول، يعني لفظ التنبؤ موجود ماشي. التنبؤ معناه ايه؟ اللي بعرف ايه. شوف صدر الايه، شوف صدر الايه. اتفضل. ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم. ليه؟ لان عمليه الغيب وعمليه اللي هيحدث بكره لا يعلمها الا خالق السماوات والارض. ده الغيب المطلق وليس النسبي. ماشي، مطلق او مر، لان الاشياء دي اي فلكي اي واحد بيدعي علم الغيب ليس افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وليس افضل من سيدنا موسى عليه السلام لما واحد ساله وقال له يا موسى هل هناك اعلم من في الارض؟ قال انا اعلم من في الارض. ربنا قال له لا، فيه واحد هناك اعلم منك هو الخضر. الخضر تمام. وانت عارف هو يشع بن نون في طوار. الاقيه فين يا رب؟ قال عند مجمع البحرين فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ماشي. فقال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ علمت هنا دي للمجهول، ومن الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. يبقى انت علم الابراج دي مش تنسبها لله. الفلك ليس لله فقط. تمام. ليس له دليل شرعي. لا لا ليس له دليل شرعي. لو حضرتك فصلنا استاذ والسماء ذات البروج. ماشي. ذات البروج. استاذنك استاذنك. السماء ذات ابراج. ايه هي الابراج؟ طباق. هل يخلق الله حاجه ملهاش يا استاذ سامي؟ لا مش طباق. انا بتكلم على الابراج ذات ابراج والبحار ذات. هل يخلق الله شيئا دون فائده؟ ما فائده الابراج؟ خلقها الله. هل يخلق الله شيئا هباء؟ مستحيل. يبقى لماذا خلقها؟ قول لي انت خلقها. انا عايز اعرف خلقها ليه. كل شيء خلقها ليه؟ حضرتك بس قدام الساده المشاهدين. لم يخلق الله شيئا هباء ولا يكسب الله العظيم. والسماء ذات البروج، الابراج غير الطباق، لماذا خلقها الله؟ حضرتك رد عليا. ماشي. انت خلق الله سبحانه وتعالى الابراج ليه؟ الابراج السماء الطباق بتاع السابع. لا الطباق حاجه والابراج حاجه. لا هي انا برضه لا 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 انا مش عايزين مره اللي الشيخ تهرب من الاجابه ودخل في مجال ثاني. اسلوب الاستقصائيه الجديده. لا 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 معلش بقى. لا ما قال لي الطباق. الطباق السماء الاولى السماء الثانيه تمام. هي دي الابراج. لا السوفسطائي معناها الجدال. لا لا جدال وسوفسطائي. لا الجدال. لا دي لفظ. انا مش انا بس لفظ فلسفي يطلق على الوادي. لا يا دكتور احمد لو سمحت مش سب ولا شتيمه. ده لفظ يطلق على المجادلين او اللي بيتهربوا من الاجابه. مش تهرب. لا ده انا بصحح لك المعلومه. لا ما لا لا حضرتك ما ربنا سبحانه وتعالى قال انا بقول قدام الساده المشاهدين انا فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله ورسوله. انا بقول لحضرتك فضيل الشيخ احنا عايزين النص الشرعي يا اما يكون من القران الكريم يا اما من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا فضيله الشيخ انا من الناس اللي علم العلم اللي هو اصلا مبني على الكلام ده هو لا 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 دون نص شرعي لا قيمه له. انا جبت لك واحده واحده. لكن يا استاذ بتضل الناس. لا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ سامح. انا من المشاهدين. انا من المشاهدين. انا قال لي فضيله الشيخ محمد البنا. انا دلوقتي بقول لك يا فضيله الشيخ حضرتك مدير عام الاوقاف وقامه اسلاميه بارك الله قال الله تعالى والسماء ذات البروج. وانا اعرف انا مش احمد شاهين. انا واحد دلوقتي ماشي في الشارع بسال فضيله الشيخ البنا محمد البنا. لا يقسم الله الا بكل عظيم. ربنا ما بيخلقش حاجه هباء. كل شيء خلقناه بقدر تمام. وما بيجيش حاجه في القران الا ملاها فايده حتى لو الخودله. والسماء ذات البروج معناها ايه؟ ما انا قلت لك بالبروج يعني قال لك ذات طباق. الطباق لا الطباق السابع. الطباق البروج حاجه ثانيه. هو ده معناها يا دكتور. طيب ما انت طيب طيب فائده الطباق دي ايه؟ فائده الطباق دي ايه؟ انا معاك ليه الطباق معناها غلط برضه انا معلش يا دكتور. لا معلش فائدتها انها مساكن الكواكب وعلامات وبالنجم هم يهتدون. انت ما رضيتش عليها وسكتها. لا لا معناها مش طباق. بس انا معاك للاخر. لا لا معلش الطباق بص الطباق طبقه فوق طبقه. انت مكونه طبقه عن طبق. اما الابراج الابراج فهي إيه هي الأبراج؟ الحمل والجدي اللي هي السويه. العرب كانوا اهل بدو في في الصحراء بالليل كان مجموعه السويه والنجوم تكون اشكال. دي شكل الجدي ودي شكل متعارف عليها من سنين. دي مجموعه نجوم بتشكل اشكال الحمل والجدي موجوده في البابليين لحد وقتنا هذا. نفس الاشكال اللي قالها العرب والابراج ليس النجوم وانما تجمعات السرايا. يا حضرتك تهربت من نقطه. لا مع ان معاك لا تركبون طبقا عن طبق. الطبق حاجه والابراج حاجه ثانيه. ربنا خلق الابراج هي مساكن الكواكب. خلينا ربنا يا استاذ سامي. ربنا خلق. انا راجل مشاهد اهو ما جاوبش على سؤالي يا دكتور لو سمحت. سامع سامع. ومن الارض مثلهن يتنزل يا فضيله الطباق وليس الابراج. يا دكتور احمد طيب خلينا بس ما جاوبش على السؤال. طب هو السؤال بتاع انا اجابته صحيحه بس انت اللي مش عاوز تقتنع به. ليه؟ انا بقول لحضرتك انا واحد من الناس بقول لك ما فائده الابراج. لو سمحت يا دكتور لو سمحت. ربنا خلق ايات كونيه اللي خاصه بالكون منها النجوم
ومنها الكواكب. ده كلام عام. لا ما هو انا بتكلم على الابراج. فدي دي مش دي اشياء من واقع القران. ربنا قال اقول لحضرتك حاجه, النجوم قال ربنا قال وعلامات عرفنا النجوم خلاص ربنا قال اهتدوا بها. الابراج بقى فايدتها ايه؟ قول لي انت دي من ناحيه. وبعدين انت بتقول لي فايدتها ايه بقى؟ هتفهم تاني. اسمعني بس. لا فايدتها ايه؟ ده في سؤال. ربنا قال لنا علامات وابراج عرفنا النجوم خلاص ربنا قال لنا عليها. الابراج انت فسرها لي. ما هي احنا قلنا لك اتباق. اتباق لتركبون طبقا عن طريق. اما الابراج مساكن سبع سموات. يا سيدي فاضل اذا كانت الابراج نقاط ورمية. يا دكتور يا دكتور. لا لا طب فصل الابراج نقاط. يا دكتور افصل افصل. انا قلت لفضيله الشيخ انا كمواطن عادي انا عندي تفسير بس انا بحط نفسي مكان المشاهد. اولا تيجي طب قبل ما تفصل ناخد الاستاذه سوزان. اتفضل استاذه سوزان. مدام سوزان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مرحب بيكم بضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. معلش انا بس لسه فاتحه فمش عارفه الاستاذ اللي دكتور احمد شاهين وفضيله الشيخ محمد البنا بنتكلم في الفلك وعلم الفلك. اه انا عارفه انا عارفه بس انا عايزه معلش اعرف حضرتك الدكتور تخصصه ايه؟ تخصص حضرتك ايه؟ انا تخصصي انا معايا دكتوراه في علم الفلك والنجوم من بريطانيا عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين بدرس علم الابراج علم التنبؤات علم الفلك بصفه عامه بصفتيها البحته والموارية. خليك يا دكتوره. انا اساسا كشهاده معايا لسانس حقوق لكن ومعايا دكتوراه في علم الفلك من بريطانيا دارس ده ودارس ده. يعني ودارس علم الفلك برضه اللي هو بيدرسونا في كليه العلوم بس هنا ما بيدرسوش التليباسي او الميتافيزكس او الموارية. طيب طيب هو خريج كليه حقوق يا مدام سوزان اساسا وعلم فلك. خريج كليه حقوق ودرس الفلك. طيب الابراج والتنبؤات الفلك. جميل. طيب يعني بس انا عندي مشكله كنت عايزه اعرف بكره ايه اللي هيحصل لي. تمام. انت بتختبريني ممكن اقول لك مفيش مشاكل. لا لا هقول لها هقول لها هنعرف طبعا طبعا هنقول لك هقول لك بس الاول انا اذا جعلنا النجوم تمشينا حياتنا وامورنا وان احنا نتوكل عليها ونقول اصل فلان لما يتجوز فلانه يبقى نجمه زي نجمها واصلي مش عارفه ايه. يا دكتور يعني ما ينفعش خالص يعني الكلام ده لا يجوز حضرتك يعني. طب اقول لحضرتك حاجه امال بتساليني ليه يعني بدل ما يجوز مش عايزه تقنعني ان شغل الفلك والنجوم ده شغل يعني ده غيبيات والغيب لا يعلمه الا الله ومين هيحصل له ايه بكره ومين هيحصل له ايه بعده. وحضرتك بتقول لشيخنا ان على والسماء ذات البروج. تمام ماشي. حضرتك كمل الايه واليوم الموعود وهذا كله قسم من رب العزه بامر جلل قد جعله في الكون. ليه؟ علشان يبين لعباده قد ايه خلقه عظيم. واحنا لغايه دلوقتي حضرتك لا تعرف ايه هي البروج ولا ايه هي الامر ولا حد مننا يعرف الا المتخصصين بقى في الفلك اللي طلعوا وشافوا. لكن مع احترامي الكامل لحضرتك الغيبيات لا يعلمها الا الله والامر كله الغيب لو توكلنا لو عملنا ان الغيب كده ان حضرتك هتمسك لي ورقه وقلم وتكتب اصل 5 في 6 ب 30 و4 في 10 مش عارفه بايه يبقى انتوا كده كويسين وبكره هيجي لك ويجي لك ويجي لك ويجي لك يعني ما كانش حد يجيب. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا مدام. شكرا. ما قلتليش يا اخي هو خلاص بقى هي مش مقتنع بحضرتك. لو قلت لك بتختبرني كلامي صح ولا لا يعني فحوه الاول قلت بتختبرني انا كان حدثي صح. خلينا نرد عليه. انا هي فحوه كلامها ان حضرتك دجال. كلامها عام. رد على الدجل اللي حضرتك متهم بيه. انت متهم بانك دجال. تمام تمام ده صحيح. ده صحيح الجميع. ايوه طيب معلش فضلت الشيخ. طيب طيب لا 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 الدجالين هم بيقولوا الكف والفنجان. معلش انا معاك. اولا كل مجال في الوحش وفي الحلو وفي الناس الشبهات في دكاتره وفي اطباء بيعملوا عمليات اجهاض فبقال لك هل كل الطب وحش غلط؟ لا في ناس بتقرا الكف وتقرا الفنجان اي واحد معدي بيقول لك دون فلكي دون ده فلكي ودجالين مش عاوزين ليسوا حاسبين فلكيين. هل هم علماء فلك؟ لا. فكل مجال فيه وفيه لكن في اللي نعرف منين ان انت مش دجال يا دكتور؟ من خلال توقعاتي اللي المصدره. توقعاتي ما الدجال بيتوقع برضه لو سمحت. لا 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 الدجال لا الدجالين مين؟ الدجالين اللي هو بيروح لواحد يقول لك هات قطر اعمل سحر. طب ما هو بتاع القطر ده بيقول على حضرتك دجال. انا ما بعملش سحر. لا ما هو بتاع السحر ده انا حاسب. اكمل كلام اكمل كلام. طيب قول اتفضل. ما هو هو بتاع السحر ده لما حد بيروح له بيقول لك بتوع الفلك دول دجالين ولما ما يقول هو اللي بيقول. طب ما هو برضه حضرتك قول عليه ما هو اللي ما انت اللي بتقول. لا 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 وفي ناس برضه كلام مقاس برضه في ناس كتير مؤمنه بكلامه وبتجي لي ومجتمع احمد شنقيطي وناس مؤمنه بكلامهم برضه.
سنة الحياة الله سبحانه وتعالى والإسلام لحد دلوقتي مختلفين عليها في بوذيين وصينيين وهندوس. هل الإسلام لحد دلوقتي 100%؟ الله سبحانه وتعالى لحد دلوقتي مختلفين عليها. طب ما تطلعش من الموضوع، خلاف موضوع. لا أقول لك حاجة، هل كل العالم يؤمن مش في ملحدين؟ يبقى انا احمد سعيد الناس كلها هتجمع عليا. ما انا بقول عليك اهو، بقول عليك. قالت لحضرتك هويه شخصيه، فضلت الشيخ قال لك حضرتك دجال. رد يا فندم، انفع نفسك التهمه. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول اهو ليس دجل اللي يقول يقول. حتى الاسلام عليه دلوقتي عليه اختلاف، جميع الادين عليه اختلاف. فانا احمد شنيب عليه اختلاف؟ لا، في ناس مؤمنه كتير بكلامي. اما ان هو دجل انا برد عليها بقول لها مش دجل. كل معلومه انا مؤمنه بكلامك ولا مقتنع؟ ضربت مثال، لا لسه مقتنع. ضربت مثال بالطب، في ناس بتعمل اجهاض. هل الطب كله غلط؟ في ناس ما هو الاجهاض ممكن لو دلوقتي المشايخ ده اكمل كلامي فعلا. دلوقتي كميه بتاع في امام جامع دلوقتي تمام. اخذ لمؤاخذه عيله واغتصبها في الجامع، والحاجات دي منشوره. هل كل ائمه الجوامع والدين ايوه كده؟ انا برضه نفس الحاجه. ايه علاقه ده بالبحوار؟ لا انا بضرب لك مثل، ما انا بقول الفلكين فيهم دجالين ومش عاوزين وصحه، وفيهم مغتصبين وفي ناس كويسين. حضرتك دجال؟ لا مش دجال. بس خلاص بس بقولك بس زي ما في ائمه الجامع واحد اخذ طفله واغتصبها، هل كل ائمه الجامع والدين؟ ما اقدرش اقول كده. يا دكتور يا دكتور الكلام ده منشور في الحوادث. يا دكتور بس يا دكتور انت بتقول الكلام ده. انا بقول مثال. لا بقول مثال، بقول مثال. بتزعلوا ليه؟ مش مثال. الاستاذ محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ صح ازي حضرتك يا فندم؟ كله تمام. ازيك يا دكتور احمد؟ الله يخليك. ازيك يا ابو حميد؟ الله يخليك. بقول لحضرتك بس انا كنت عاوز اقول لاضيف حاجه بس بالنسبه لموضوع الابراج ده. انا قريت في التفاسير في كتاب تفسير الجلالين والسماء ذات البروج. البروج هنا اللي هم الاثنى عشر، ال 12 برج اللي موجودين، اللي هم الحمل والجدي والاسد والعقرب والكلام ده. وبرده ربنا بيقول في ايه ثانيه: الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا. في ايه ثانيه في صورة تانية غير الصورة دي برضه متفسرة في بالتفصيل الممل ان هم ال 12 برج. محمد تفسير الجلالين للسيوطي. للسيوطي صح؟ تفسير الجلالين. نعم. تفسير الجلالين للسيوطي صح؟ ايوه للسيوطي بالظبط كده. وابن كثير برضه موجود فيه كده برضه. تمام. ففي ايه تانية؟ استاذ محمد. استاذ محمد. الحمد لله الذي جعل السماء بروجا. استاذ محمد. اتفضل حضرتك. يا استاذ محمد. ايوه اسمح لي. انت تعرف الدكتور احمد؟ لا ما اعرفوش بس بشوف التلفزيون. اه بتشوف التلفزيون. انا كنت عارف اصلا يعني في حديث كده كانكم يعني اقارب من بعض في الصداقه. لا اتفضل. معاك عرفتني وقلت معاك محمد. اتفضل كده. اتفضل. وحتى لو انا اعرفه ايه المشكله؟ لا ده كويس. لا ده تعرفه ده كويس. انا كنت لو تعرفه كنت هسال حضرتك. انا ما اعرفش تليفون البرنامج عشان اديه لحد. لا لو انا لسه تعرفه. ناشر على الفيسبوك في خمس دقائق ان انا طالع الصحيه. يا دكتور يا استاذ محمد انت بس ما كانش حد يعرف. يا استاذ محمد استاذ محمد انا 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 بس بسال السؤال ده عشان لو كنت حضرتك تعرفه. في حاجه ثانيه حضرتك بالنسبه لل اتفضل. احنا كده قلنا في البروج. انا عاوز اقول ان دي انا قريتها اقولها في كتب التفسير هنا يعني مش حاجه يعني متالفه او متفبركه والله اعلم يعني ده اللي انا اعرفه. الحاجه الثانيه بالنسبه للرب والتوقع زي ما انت عارف. يا استاذ محمد يا استاذ محمد الخضر. يا استاذ محمد الخضر كان بيتكلم مع سيدنا موسى وعمل ثلاث حاجات مثلا زي قتل الغلام وخرق السفينه. بنتكلم مثلا على قتل الغلام دي يعني دي روح انسانيه قتله وهو ايه وهو طفل لسه تمام. بس ليه؟ لانه عنده في العلم اللدني زي ما ربنا بيقول علمناهم اللدن علما عارف بسبق علمه اللي ربنا اعطاه له وهبه له وهو مش نبي. ما اعرفش بقى سيدنا خضر نبي ولا مش نبي الله اعلم. انتوا تقولوا لي تفيدوني برضو يعني تمام. قتل الغلام لانه عنده العلم اللدني اللي ربنا ايه حبيبه وابته له واخد بال حضرتك. فده اللي انا عاوز اقوله يعني ادي حياه بني ادم اهو طفل وقتله زي ما بيقولوا كده ازاي. فاحنا يعني اللي مستغربين له ان واحد مثلا يتوقع توقع دي حاجه مش معضله يعني ولا صعبه. ده علم موجود والناس كلها معترفه بيه مش سحر ولا شعوذه. المفروض دجل زي ما لو فيه تدخل مع الجن او الشياطين كده يبقى ده غلط طبعا. استاذ محمد استاذ محمد انت تخصص حضرتك ايه؟ ده انا مهندس. مهندس. طب فضيلة الشيخ حابب يسال حضرتك سؤال ممكن؟ اتفضل. اتفضل يا طب انا انت قلت لي الابراج. طب الابراج ده يعني دورها ايه في علم الفلك؟ تقدر تجاوبني؟ ما انا بقول لحضرتك دي مجموعه عباره عن يعني اشكال. يعني عاوز تخصص. لا عايز رد مقنع. تخصصها ايه بعلم الفلك؟ لان دي ايات كونيه. دي ايات كونيه ربنا سبحانه وتعالى. السماء فوق واخده زي اماكن محدده بتدخل فيها الكواكب. كوكب مثلا الارض دخل فيها، كوكب البلوتو دخل في البرج الفلاني. دي اماكن في السماء في الفراغ اللي في السماء ده عباره عن تشكيلات نجميه. طب انا تشكيلات نجميه معينه. انا اربطها بالكلام ده ازاي يا مهندس؟ الشمس زي القمر يا باشا. مهندس بتاثر فينا والقمر بيأثر فينا. طب اسمعني لحظه. واحنا بنستغل الشمس والقمر في العبادات يعني كمثال مثلا الشمس دي حضرتك في الدوريات بتاعت الصلاه بتاعتنا وقت الضحى وقت الفجر وقت المغرب وقت العشاء كلها ليها علاقه على فكره بالشمس. يا استاذ محمد. يا استاذ محمد
بيقول لك ايه واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صح؟ اه ايه رابط خلينا نسال اهل الذكر في الموضوع ده، الشيخ الاباجي نسال اهل الذكر في الموضوع ده. ما قضيش عليه، شكرا شكرا يا استاذ الاباجي. ايه ما قضيش عليه يا دكتور احمد؟ يا دكتور احمد لو سمحت، يا دكتور احمد، يا انا كمواطن ما استفدتش يا دكتور احمد، لكن انا عندي الاجابه. يا دكتور احمد لو سمحت يا فندم، يا دكتور احمد كنا حضرتك استفدت او ما استفدتش، فدي حاجه انا كمواطن حاجه ما قضيش عليا برضه الشرعي. ما هو انت لا، اصل هو الوضع انت حضرتك عايز حاجه محدده من فضيله الشيخ، انت عايز حاجه محدده. لا انا عايز، لا انا عايز اعرف، انا هو احنا مش مجال اختبارات ولا حاجه. الناس اللي محمد قيمه وقامه اكبر من ان هو حد يختبره يعني، وانت برضه قيمه وقامه برضه محدش يختبره. لا لا، لكن الناس بتقول على حضرتك دجال وحضرتك ما ردتش وما اقنعتش الناس بكده. الناس مين؟ المتصله والشيخ محمد وكثير من الناس. الناس اولا ولن تقنع الاخرين بهذا الحديث. محمد ضيف، لا في استاذ محمد اللي اتصل من شويه قال لك العلم الاباك ده صحيح، واحد معايا اهو ده مهندس. لا لا ده مهندس. استاذ سوزان ايه؟ استاذ سوزان استاذ دين؟ طيب استاذ فلك؟ وسوزان ايه؟ هتبقى يا اما بكالوريوس تجاره يا اما مديرة بنك يا اما باحثه. طيب احترامنا لكل المتصلين. واستاذ محمد ده ايه؟ طيب يعني حضرتك اتهمته بالدجل وال يعني بان هو طبعا بيتنبأ وده كلام مخالف للشرع. الكلام ده مخالف للشرع اولا؟ مخالف للشرع تماما، يعني مخالف تماما. طب بما انه مخالف للشرع، يعني الشخص اللي بيخالف الشرع ده الشرع بيبقى توصيفه ايه؟ المخالف ده مذنب، مذنب في حكم الشرع، لانه بيضلل الناس، بيضلل الناس وبيدي معلومه للناس خطا. ليه بيدي؟ طب تيجي قبل ما تقول بيضلل الناس، خلينا ناخد الاستاذ محمد من المنيا. استاذ محمد، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كنت عايز بس دكتور احمد شاهين. اتفضل دكتور. موجود؟ الو، اتفضل موجود مع حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. منور يا دكتور. نورك الله يخليك. كنت عايز اعرف يا دكتور، يعني حضرتك موضوع التنبؤات ده تمام، انا شفت حضرتك كتير وعارف ان ليك متابعين كتير في الموضوع ده. تمام. ناس كتير مؤمنه بكلامي ومن اعلى الطبقات، سياسيين، امراء، واساء محاكم، قضاء. ده ليك انت، ليك انت مش ليا. اقل الجوامع في مصر كده. انا دلوقتي لو انا عايز اعرف، انا رايي هو بس. انا دلوقتي عايز اعرف، انا عارف الدخله دي. اتفضل. لا انا دلوقتي عايز اعرف بس بالنسبه انا بكره او بعده هعمل ايه؟ برضه اختبار ولا عايز تعرف فعلا؟ لا عايز اعرف فعلا. طب اديني تاريخ ميلادك. 25/1. 25/1 سنه كام؟ 86. 25/1/86. عايز تعرف ايه بالظبط؟ عامة بكره، بكره تحديدا تنبأ له ايه اللي هيحصل له بكره. طيب حاضر. طب خليك معانا يا استاذ محمد. انا حاسب فلكي وليس كاهن، ما بصدقش السمع. كاهن فلكي احسب وخلاص. لا عشان اعرف الناس. ماشي. استاك السمع ده الكاهن او الساحر. طيب. انا بحسب حسابات. طب جميل، احسب. ماشي. اتفضل. 25/1. 25/1/86. تمام اوكي. خليك معانا يا استاذ محمد، هنعرف بكره عندك ايه. ماشي. هو لازم تتنبأ من خلال الكمبيوتر ولا ايه؟ مش كمبيوتر، من خلال ال ليه ادواتي، ليه ادواتي، ليه حسابات فلكيه. هو علم حساب، 1+1 بيساوي 2. طيب اتفضل اتفضل عشان نتصل معانا. اتصالات فلكيه. لا اله الا الله. اسمك محمد ايه؟ محمد ايه ثنائي او ثلاثي؟ محمد ايه؟ محمد احمد. محمد احمد ايه؟ محمد احمد ابراهيم. محمد احمد حسن. محمد احمد ابراهيم. هذا اوكي. محمد احمد ايه يا فندم؟ حسن. محمد احمد حسن. اوكي. بكره عامة تحديدا، اولا بالنسبة للتوقعات الفلكية، في تنبؤات، في تقنيات بتبقى اسبوعية، يومية، شهرية. التوقعات القوية التأثير بتبدأ من الاسبوعية على اساس تحركات الكواكب، اليومية بتعتمد على تحركات القمر. تحركات القمر اللي بيتحرك في كل برج يومين او نص. انا عايز اعرف، بالنسبة لبكره هقول لك. بالنسبة لبكره تحديدا عامة، اليوم كله وانت هتتصل على الناس في الحلقة اللي جاية او هتقول للاستاذ سامح ان اليوم كله بالنسبة للعلاقات لطيفة جدا. اولا على مستوى العلاقات الشخصية جيدة جدا، علاقاتك جيدة جدا 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 على مستوى انت كان عندك الفترة السابقة القريبة، يعني من هنا مثلا لحد اسبوع كان عندك في ايه؟ في دروب عندك، في حاسه اللي انت في مشكله او دروب وجعت قلبك جامد الفتره القريبه السابقه. اما الفتره القادمه وجعت ازاي؟ حدث، كان في حاجه، حدث معين عندك يعني كسر قلبك، حسيت بكسر خاطرك الفتره القريبه القادمه اسبوع او اسبوعين. طب ارد ولا ما اردش؟ طيب ده اللي لا سنة انا بقالي شهر، بقالي شهر اصلا يعني. أنا اما الفتره اكمل، انا بقالي شهر. اما الفتره القريبه القادمه او بدايه من الاسبوع، طبعا التوقع ده انت قلت لي الفتره القريبه، في تقنيات اللي ابعد من كده، الفتره القريبه من هنا لحد اسبوع مستوى جيد. ده مش كلام عام، ده ليك انت. العلاقات جيده جدا جدا جدا، العلاقات
جيده جدا 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 على مستوى العلاقات الشخصيه وعلى مستوى العمل لو كنت بتعمل وعلى مستوى الصحه والمهنه. ده مش كلام عام وهتقول الكلام ده. اتفضل يا فندم. حضرتك كان عندك مشاكل الفتره اللي فاتت؟ خالص على فكره انا يعني المدام حامل يعني والخبر ده سمعته الاسبوع اللي فات. انا ما قلتش حامل. في اقول لك في حاجه معينه حصلت لك في على اليوم كسر الخط شويه يا دكتور، لكن المستقبل كويس. طيب يا دكتور شكرا يا استاذ. المستقبل دي لا يضمنه الا الله. طيب رد يا فضيله الشيخ، ملاش علاقه بالحمل. هو ال 24 ساعه حصل حمل؟ ما حصلوش تاتش بالليل. ما حصلوش تاتش بالليل يا دكتور احمد. معلش هو الكلام عليك يا دكتور. ولازم اقول كده، معلش لازم لو سمحت. ده كلام عام. انا متاكد من كلامك. اي كلام اي واحد يا دكتور لو سمحت. مع احترامي للدكتور. طيب انا عايزه. طيب ناخد انا عايزه يتصل ثاني ويقول كلام صح. لو سمحت يا دكتور. لا غلط. قال لك غلط. فضلت الشيخ. هناخد الاستاذه منى. لا لا غلط. لا استاذه منى ما صحش الكلام ده. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. ده اللي بنت كلها كلها الشيخ سبحانه وتعالى. اتفضلي اتفضلي يا استاذ. الو. اتفضلي يا فندم. ايوه اتكلم الدكتور احمد شاهين. اه حضرتك اتفضلي. انا مدام منى بس عايزه في برجين هديك تاريخ الميلاد نعرف التوافق. تمام. طيب التوافق اوكي. يا ريت التوافق تاريخ الميلاد والاسماء. اقول لك بالتفصيل التوافق والتنبؤ بمستقبل العلاقه. اولا ناخد الاسماء الاول. الناس سابت الزوجه دي واحده من السمع. استاذنك تديني اسمين الشخصين اتنبأ بمستقبل العلاقه بينهم، هل يرتبطوا ولا لا؟ التوافق موجود ولا لا؟ واخد تاريخ من قبل. الاسماء قبل التاريخ. انا باخد بالاسماء ده تنبؤ مش مجرد توافق ابراج. اما التواريخ هيبقى توافق طباع، يعني الاثنين مثلا بوجه ميه. يا دكتور احمد حضرتك تبص للناس. انا بص. طيب بالنسبه للتوافق الابراج تواريخ الميلاد بتبين توافق الطباع متوافقين مع بعض ولا لا، لكن لا استطيع ان ابني علاقه على مجرد توافق طباع. اما الاسماء الاثنين شخصين تحديدا احمد كذا كذا محمد كذا كذا او احمد كذا كذا سعاد كذا 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 اتنبأ بمستقبل العلاقه هينفعوا مع بعض ولا لا، هيكملوا مع بعض ولا ما هي الزوجه مي محمد والاسم ايه؟ انا مش سامع بس من فضيله الشيخ. قولي الاسم تاني الثلاثي. مي محمد. مي مدام مي. مي مي محمد ايه؟ مي محمد عبد السلام. الاسماء دي حقيقيه؟ انا لو طلع البتاع خط انا بناء على الاسماء باخد. لا 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 في اخر الاسماء بختبر. انا بحسب حسب ما بتديني، خلي بالك. يعني. ايوه بالظبط. مي محمد ايه؟ عبد السلام. عبد السلام. حاضر. ايوه. حاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا. ولو صدقوا. ده فضل الشيخ ثواني. ده قول مكذوب على رسول الله. لا لا صحيح. لا ده صحيح. ده في البخاري. دي واحدة. لا لا. لا ده في البخاري. احنا بنحسب لحضرتك يا مدام السلام ماشي. الحسابات دلوقتي. الشخص الثاني اسمه ثلاثي او رباعي. لا ثلاثي بقى. محمد احمد سامح. محمد احمد سامح. ايوه تمام. محمد احمد سامح. احمد سامح. زائد 7 بتساوي 641 على 9 641. لا اله الا الله. لا اله الا انت سبحانك. هل هم فعلا في ارتباط؟ يعني بدأ في ارتباط معاه بينهم؟ بدأوا ارتباط بينهم. آه. انت قول رايك. لكن بدون كتب كتاب او بدون دخول. انت المفروض تقول لنا. هي واحده هي واحده بس. لا انت المفروض تقول لنا. بص ليه؟ في زواج. تمام. الزواج حاصل يعني فعلا؟ اه متزوجين. اه ما عشان بتنبأ مستقبل العلاقه لسه ولا التوافق. العلاقه بينهم سعد واخيره بس ده بصفه عامه، لكن لازم اشوف طالع كل واحد على حده. ممكن بعد كده تنبع بعض المشاكل بسبب حاجات متداخله في ناس بتعمل اصحاب وفي عكوسات فلكيه خلال الفتره الزوجيه، لكن توقع التنبؤ ده اللي انا هقوله على صفه عامه. طبعا جوه العلاقه في تاتشات معينه وبتروح وتيجي بسبب عكوسات، بسبب اصحاب، بسبب مس، بسبب تداخلات حسد وعين بيأثر على العلاقه. اما بصفه عامه من الاسماء انا ممكن اخد الاسم واسم من كل واحد واقول لك برضه هيحصل ايه بينهم، مشاكل او حد عامل صحه او حاجه، لكن او في عكوسات فلكيه، لكن بصفه عامه العلاقه بينهم سعد وخيره. سعد عامه. تمام عمتن. زي الفل يا مدام. يعني ان شاء الله يكملوا على خير. يكملوا مع بعض ان شاء الله. لو يعني حصل لكن لو قلت لي عشان برضه اقول لك واديتي لي اسم ذنبك يا مدام تاريخ الميلاد لكل واحد اقدر اقول لك يا مدام استغفر ذنبك يا مدام. يعني على دقيقه واحده ايه اللي هيحصل لهم على مدى العلاقه دي بتاعتهم؟ للاسف لان في حاجات بتتداخل، لكن العلاقه عامه سعد وخيره. انا خدت الاسماء لان توافقنا باق في 30 مليون واحد تحت ظل العقرب، 30 مليون تحت ظل الحمل. شكرا يا مدام. طب ناخد الاستاذ خالد. استاذ خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك كنت عايز اسال دكتور احمد، يعني طالب يعني وكده في الازهر. تمام. كنت عايز اساله، انا عندي امتحان ان شاء الله الاحد والاثنين تمام والثلاث والاربعاء الجاي ان شاء الله. الفئه كام او سنه كام يا؟ اتفضل. ثالثه صيدله.
ثالثة صيدلة. عايز تعرف عقبة الأمر؟ يعني أنت عندك عايز أعرف هل إن شاء الله يعني نقفل ولا هيظبط؟ هو التيم الأول أنا بكشف الناس فعلا. أنت في التيم الأول يعني مش متابع أو يعني التيم الأول النص الأول ولا النص الثاني؟ يعني في التيم الأول حضرتك دلوقتي. ده في التيم الأولاني يعني في سنة الفئة كام الثالثة؟ ثالثة. طيب عايز تعرف عقبة الأمر هتنجح ولا لا؟ أنت كنت شايل مواد أو حاجة؟ كنت إيه؟ شايل مواد أو حاجة يعني؟ لا الحمد لله مش هنجح. انا عايز اعرف ان انا الحمد لله بننجح على طول بس ان شاء الله عقبه الامر يعني نص في المحاضره هتجيب قد ايه؟ حاضر هنقفل مش هنقفل ان شاء الله يعني هنقفل بكره يعني مكرر اليوم الحد انت تاريخ ميلادك كام يا محمد؟ 20/4/95 الدايره الثالثه من برج الحمل. انت اخر مواليد برج الحمل مواليد الدايره الثالثه من برج الحمل. اوكي حاضر ماشي شكرا هقول لك اهو. طب شكرا يا استاذ خالد. هو هيتفضل هقول له اه مش مشكله اتقوا الله احنا كده سيبنا تركنا. انا بقول لك في ناس كتير على المستوى العالي تركنا الله خالص معلش انا بحسب ايدينا عامه انا بحسب انا عامل حكيم مع بعض. طب نسال الشيخ على بما حضرتك اوكي يا فضل الشيخ تقول ايه على يعني انا ممكن اتكلم دلوقتي الدكتور احمد اقول له اي تاريخ ميلاد هيطلع لي نتيجه؟ انا التليفون ما بيقلقش من كل الناس. الدكتور احمد ما بيقول اي كلام على فكره. دكتور احمد معلش انا معلش مع احترامي لحضرتك وناس هو انا بشبهه كده زي قارئ الفنجان بشبهه زي قارئ الفنجان ايوه صيغه صيغه معينه صيغه معينه بيقولها لاي حد. هل انا جيت في الجامعه وشفته؟ يا دكتور احمد قلت له دكتور احمد يا فضيله الشيخ معانا الحاجه سناء انا حسبت فلك يا حاجه سناء. هل انا شفته لو سمحت؟ انا تعبت شخصيا انا قلت له تاريخ ميلادك الناس دي بتعتقد اعتقاد غير صحيح. طب انا اخد الحاجه سناء الحاجه سناء الناس بتعتقد اعتقاد غير صحيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ما يصحش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حياكم الله جميعا. انا اقول من الناس لو سمحت يا فضيله الشيخ يا فضيله الشيخ عليهم بمشكله. لا يا فضيله الشيخ يعني هتظلم. طب احنا معانا اتصال ماشي يا سيدي. اتفضلي يا حاجه سلام. طب ناخد اتصال يا اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه. انا بس عايزه اقول للاستاذ اين نذهب من قول الله عز وجل انما الغيب لله وانتم اعلم ام الله فمن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا وجزاكم الله خيرا. شكرا يا حاجه سناء. شكرا فيك. الكل معترض عليك. طب ناخد الحاجه منى. ناخد الحاجه منى يا حاجه منى. فعلا كلهم معترضين عليك يا حاجه منى. لا 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 يا حاجه منى. لا وين انا نصيحتي لك توب لله عز وجل. معلش يا حاجه منى توب لله. حاجه منى توب لله يا دكتور والله العظيم لان الناس هتعتقد فيك اعتقاد وهتترك. طب ثواني يا فضيله الشيخ. هم بيتصلوا مبسوطين. ثواني يا دكتور. لا مش مبسوطين. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا حاجه منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس عايزه اقول بس لحضرتك للدكتور اللي مع حضرتك اسمه دكتور احمد شاهين. اتفضلي. والاستاذ اللي كان دلوقتي بيتصل علشان يشوف هيعمل ايه في الامتحان. لو الدنيا كده كان زمان كل الناس ما انتحرتش. طب تعمل ايه وكان الموضوع خلص. طب بارك الله فيك. طبعا كان زمان الدكتور احمد طلع الاول في كل حاجه. بارك الله فيك. وبين الناس بتوع زمان اللي كانوا بيكتبوا في الجرايد حظك اليوم ان هو بس معاه على حسبه. تمام. فيعني هو ده بس الفرق يعني. يعني انا اعرف ان الناس دي كانت بتعمل الضرب والحساب ده بدماغها مش بالاله الحاسبه. فطبعا ده فايده الدنيا اتطورت يا حاجه منى. وبعدين ما شاء الله يعني بيقولوا كلهم بيقولوا اصل هنعمل ان شاء الله. ان شاء الله ازاي؟ ما هو احنا لو امننا ان شاء الله ما كانش اساسا اتصل وقال انا هعمل ايه. تمام. ربنا يصلح حالنا ويهدينا. شكرا 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 يا حاجه جزاكم الله خيرا يا دكتور. في ناس عايزه تعرف معلش وفي ناس معترضه. طيب. سنه الحياه رجل. الاسلام على الاختلاف يا دكتور. يا دكتور يا دكتور الاختلاف سنه الحياه يا دكتور لو سمحت. احنا لو كان في شيء خطا عند الناس احنا هنا دورنا نوضح. لو سمحت يا دكتور بيننا على الناس. طب خليني بس اتكلم. طب لو سمحت اسمعني بس. اتفضل. يعني لو كان في شيء خطا احنا بنحاول نوضح للناس ان في شيء خطا يا جماعه بننوضح. تمام تمام. احنا يعني مش معنى ذلك ان الناس مثلا لو على خطا يبقى مبسوطه بالكلام ده ونمشي في هذا ذلك. تمام. مش هنمشي ما علينا الا يا فضيله الشيخ. اتفضل. انت شايف ان اللي بيعمله الدكتور احمد مخالف شرعا ودينا ومخالف لكل مخالف شرعا وقانونا واعتقادا. الناس هتترك الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى وشايف انه بيضل الناس وهتترك الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى وهتعتقد في الكلام. والاستاذ احمد معلش مع احترامي لحضرتك انا بحترمك بس انت بتضلل الناس بهذه الافكار
لأن الأفكار دي لا تسمن ولا تغري من جوع، والإسلام منها براء، براءة الذئب من دم ابن عمه. يعني ما جبنا براء لنقيم لنقيم عليها يا دكتور. لا ده ربنا سبحانه يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توكل على الله. طب انت يا لو سمحت يا ربنا قال ومن وعلى الله فليتوكل. انت ما عرفتش ترد على سؤال فايدة البوق. ايه السؤال اللي انت بتقوله ده؟ فايدة البوق عمال تضلل لي في الناس وعمال تقول لي ده. ما الناس مبسوطه عايز تعرف. طب لو سمحت، هل احنا افضل من الصحابه يا استاذ سامي؟ لا لا طبعا احنا افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. كان اغنى الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتمد اعتماد كلي على الله سبحانه وتعالى. لا صحح المفاهيم يا فضيلة الشيخ. ناخد اتصال، ناخد اتصال معانا الاستاذ. انت تركت الكلام لله كده. الفكر المتزمت هو اللي ودينا في داهيه. وصلنا لده. معلش معلش داعش. خلينا ناخد استاذ سيد. لا لا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامح ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اهلا بيك. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. كنت عايز اقول للدكتور حاجه بعد اذنك. اتفضل اتفضل حضرتك الدكتور. اقول له سياده الدكتور، قال الله عز وجل في محكم التنزيل ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب. تمام. ويعلم ما في الارحام. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم تموت خبير. إن الله عليم خبير. فأقول له أنت رجل كذاب أشر. طيب شكرا شكرا يا سيد. طب ناخد اتصال تاني معانا مين؟ ولو كنت فظا رضا القلب لانفض من حولك. لو سمحت حتى النصيحه لو سمحت يا دكتور لو سمحت. يا كل واحد ليه رايه. انا اقول اهو كل واحد. معانا الاستاذ جورج. للاسف. الو استاذ جورج. ايوه يا دكتور. من ايطاليا بتكلمنا يا استاذ جورج صح؟ دكتور. دكتور مع حضرتك يا فندم اتفضل. انا ايطالي بس عايش في مصر. تمام. طيب ممكن انا مش هقول ان انا بصدقك ولا مش بصدقك، انا اسالك سؤال. اتفضل اتفضل. انت قبل كده في حلقه وقت الباشا قلت هتعرف امتى واحد بيموت، صح ولا مش صح؟ انا مش سامع. قابلت مين؟ تاني؟ واحد من الهنود. مش من الهنود، كائنات فضائيه. لا لا قلت حضرتك امتى الواحد هيموت؟ امتى الواحد يبقى سمعتها هنود؟ لا قابلت هنود يا استاذ جورج انت حضرتك. طبعا الحلقه كلها كانت بتدور حول انني توقعت وما زلت متوقع وفاه الفنانين، لان قلت الله قال وما تجد نفس ماذا تكسب غدا وما تجد نفس باي ارض تموت، لكن الله لم يقل معاك الوقت يا متى تموت يا دكتور احمد. وما تجد نفس متى تموت. اتفضل يا استاذ جورج. اتفضل يا استاذ جورج اتفضل. طب انا هديك تاريخ ميلادي واسمي بالظبط. عايز تعرف ميعاد الموت؟ تقول لي. طيب نقول لك هتموت امتى يا استاذ جورج؟ مش انت بتقول كده؟ طبعا انا موافق. انا ان شاء الله قلت لي دلوقتي. طيب 7/10 كم؟ 7/10 7/10 تمام. 7/10 7 اكتوبر 1900 تمام 64 64 ماشي يا استاذ جورج. في حاجه ثانيه حابب تقولها؟ اسمك ثلاثي. اسمك ثلاثي. اسم حضرتك ثلاثي يا استاذ جورج. ويتو بعد اسم حضرتك عشان نقول لك هتموت. ما عندناش ثلاثي في الباسبور. احنا ما عندناش ثلاثي في الباسبور. ما عندناش ثلاثي عشان التشابه. انا ممكن اعمل لك بتاريخ ميلادك بس عشان التشابه، عشان ما تقوليش اصل ممكن يبقى احمد محمد كذا، اصل انا فاهم الحركه دي. فقول لي وباع معلش. طيب اكتب جي اي لا معلش انت بتقول مصري. جي اي او ما تقول اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ هو ايطالي ايطالي عايش في مصر. انت ايطالي عايش في مصر؟ قول جورج. ما هو ايطالي عايش في مصر. عايش في مصر؟ مش مصري يعني؟ طب ما تقوله بالعربي جورج ايه؟ ما انت قلت جورج. جورج ايه؟ اسمك انت ايطالي؟ لفظه ايطالي. جورج جورج اورفانيدي. طب القلم بعد اذنك. اتفضل يا فندم. جورج اورفانيدي. لا سبيلنج حرف حرف بقى. سبيلنج حرف حرف عشان انا اعرف حركه هتموت امتى. جورج ايه؟ جورج ايه؟ جي اي جي اي جي اي ايوه ده ايوه ده حاجه نفس العقيد. انا مش سامع انا مش سامع حاجه يا استاذ جورج. انا مش سامع حاجه. بعد اذنك بس اتفضل. جي اي او وبعدين جي اي او ار ار جي لا جي. حول ولا قوة الا بالله. جورجيان اي لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. او تاني لا حول ولا قوة الا بالله. جورج ايوه تمام. الاسم الثلاثي بقى الثالث اللي هو الجد. او ايوه ار اف 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 تاني اي فاي اي تاني الحرف بيفرق خلي بالك. ام
ام. لا لا اي واحده اي واحده وبعدين ام ولا ان 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 نون يعني نون ايوه نون يا فندم نون 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 اه نون طيب السلام عليكم ايوه طيب اوكي طيب نون طيب هنقول لحضرتك هنقول لا استنى بس كمل الكلمه اي دي دي اي 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 تاني اس اي اي اس يه يه ايوه تمام كده تمام تمام اوكي برنامج طيب خلص. هنقول لحضرتك حضرتك هتموت امتى يعني انتظر معانا ان شاء الله في الحلقه هنقول لحضرتك كده تصافي وقلب الدنيا طب اتفضل ده فعلا طبعا. لان الله طب اتفضل بس لا عشان الشيخ الله وما تدري نفسه متى تكتب غدا وما تدري نفسه متى تموت لكن الله لم يقل وما تدري نفسه متى تموت يا دكتور ما تكلمش على الشرع هنا اهل الشرع بيتكلموا عليه تتكلم في عقيده وانا جايب لك راي بتاع عقيده انا دارس فلك وعقيده يا فندم انا دارس فقه على المذاهب يا دكتور يا دكتور انت حضرتك دارس يا دكتور ما احنا والله يبقى اجيب له ادله ما يعرفش يرد عليا يا دكتور يا دكتور ما ينفعش انا دارس فقه على المذاهب الاربعه يا دكتور قدام الناس ما عرفش يا دكتور لا قدام الناس حضرتك يا رب انت عايبش لا دكتور ده انت تدخل الناس موجوده في الحلقه لو سمحت يا فضيله الشيخ قدام الناس بتتهمك بانك دجال قدام الناس بتتهمك انك كذاب قدام الناس لحد دلوقتي ما حدش قال لي ناخد مين لا لا صحيح مش مشكله قالت كده يا دكتور انا عايزك تقول انا عايزك تقول يا دكتور لحد دلوقتي ولا واحد قال انت دجال يا دكتور راح قال لي انا مش مقتنع لا 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 دكتور في اثنين دخلت ايه يا دكتور حرام عليك حرام عليك والله يا دكتور لو العالم والله العظيم إيه حرام عليك طبعا لو سمحت هاخد بكلامي يا دكتور احنا طبعا راجل عايز يعرف هينجح في الامتحان ولا لا الراي محمد قال لك تفسير الجلالين في ناس مؤمنه يا دكتور لو سمحت لو سمحت يا فضيله الشيخ يا دكتور يا دكتور لو سمحت هتسمعنا ولا يا دكتور هتسمعنا ولا لا احنا يا فندم هنا انت اللي بتقول طب حد قال لك قال انت اسف يا فندم انا اسف لا لا مش اسف لا ما يهمنيش مش عايز اسف ما يهمكش بس حد قال لي انت يا فندم ما يهمكش حاضر انت عايز تسخن الحلقه فاقول يا فندم لكن هل من الناس الافاضل قالوا ما قالوش يا دكتور انت 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 عشان تقول سخن الحلقه عشان كده مش زعلان مني حاضر انا لكن هم ما قالوش لان انت قلبك كبير قلبك كبير وحد جميل انا فاهم ان حضرتك قلبك كبير بس انت عشان تسخن الحلقه فاقول انا فاهم قلبك كبير وحد واسع وجميل يعني الناس قالت لك انت كذاب الراجل قال لك انت دجال واحد قال لك انت منافق واحد قال لك انت هو اعزائي المشاهدين هو عشان ابو فاصل عشان نرجع لحضراتكم مره اخرى فانا خايف عليكم ورجعنا لكم ثاني اعزائي المشاهدين يعني حاولنا ان احنا نهدي الامور شويه الدكتور احمد يعني منفعل انا ما انفعلتش في توجيه ضد انا ما انفعلتش لم اقل هذا الكلام وانما قلت ان الموضوع ده داس في برامج كتير انا ما يهمنيش عادي برضه ما زال الدكتور احمد بس انا اتضايقت ان هو الناس ما قالتش ده كان هو اللي قال ده كان عشان يسخن الحلقه الناس ما قالتش الناس مؤمنه بكلامي حتى الناس اللي ضدي قالك ليه انت اول الناس حيطلع لي رسالك في التليفون قال كذاب انا زعلان عشان الناس معلش لا الراجل ما قالش لا قال كذاب اشر ليه انا مسامحه لو سمحت الله يبارك فيك ليه لا لو سمحت يا دكتور اختلف وعي عادي استاذ وسام عادي اختلف وعي وسام الو انقطع الاتصال طب يا فضيله الشيخ اتفضل خاف ايه انا الاستاذ وسام خاف ايه الدكتور احمد قال على حضرتك خفت وقلقت تعالى بقى انا قلت عليك اتفضل طب ناخد الاستاذ ايمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برحب بحضرتك استاذ سامح وضيفك الكرام اهلا بيك شكرا يا فندم استاذنك يا ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضل يا فندم اتفضل يا سيدي هو بس عندي اكثر من نقطه يا شيخ فعشان بس يبقى الاتصال معايا اتفضل يا فندم اتفضل اطلب من حضرتك الاول انه فتوى صريحه من حضرتك وحضرتك مسؤول بالازهر بالشرعيه نعم فاطلب من حضرتك ان يبقى في فتوى شرعيه لكل اللي بيتبع اللي زي الدكتور احمد او الدكتور احمد نفسه هل في فتوى شرعيه بتحرم ده هل هو حال اللي بيتبع الكلام ده بيعد المشركين ولا ما بيعدش بعد كافر ولا ما بيعدش اسمع بس النقطه دي من حضرتك النقطه الثانيه ما اعرفش انا في التنبؤات والتنجيم والدجل اللي بيتقال نعرف انه احنا كمسلمين لو الواحد عايز يبقى يومه كويس بيصحى يصلي الفجر طبعا وبيدعي ربنا طبعا بيقول اذكار 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 الصباح والمساء هو خارج من الجامع وداخل الحمام وخارج من الحمام تمام ده اللي انا اعرفه كويس وده اللي بيخلي يومي كويس وبيعمل حواليا بمعنى حصانه ربنا بيحصن الواحد لما هو بيقول اذكار
ويبقى ربنا ويبقى حاله هو الذكر، فربنا بيعمل حواليه حصانة من اي سوء ومن اي مكروه. تمام. النقطة الثانية، الدكتور احمد بيقول ده انا وما تدري نفسه باي ارض تموت، وما قالش ربنا في اي وقت. ده 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 كفر. ده هو يقول لنا هو هيموت امتى، يقول لنا هو هيموت امتى ونستناه مش مشكله، ما احنا زيه كتير، هو واسلام البحيري والناس اللي بتقعد تتكلم في حاجات. احنا مش عايزين نجرأ يا استاذ ايمن، احنا يا استاذ ايمن ارجوك بس خلينا بس ما نذكرش اسماء، احترمنا لكل الاسماء. انه ده يجوز يعني على القناه ولا يجوز على 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 على, على, على المشاهد ان هو يسمع ده. تمام، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. شكرا يا استاذ ايمن. شكرا استاذ. فتوى شرعيه يا فضيله الشيخ؟ فتوى شرعيه يعني مع احترامي للدكتور، لانه تدخل في خصوصيات الله سبحانه وتعالى. تمام، ده هذا امر اعتقادي، والاعتقاد ده يخص الله سبحانه وتعالى، كيفيه الموت وكيفيه الحياه وكيفيه اللي هيحصل للانسان غدا او بعد غد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى أحصى هذه الأشياء كلها في كتاب وفي سجلات لا يعلمها إلا مين؟ إلا من خلق السماوات والأرض. أنا ما تدخل في الأمور الغيبية اللي خاصة بالله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كذا مذنب. وقال الإمام، وقال أو عن نص سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال فإنه كافر بالكلية. وهذا النص موجود في تفسير ابن كثير يعني في سورة الأعراف. أنا مش بجيب حاجة، معلش، إذا اعتقد، معلش مع احترامي له، إذا اعتقد بهذه الأشياء وضل للناس بهذه المهم بهذه الأشياء، هو معتقد خلاص اعتقاد خاطئ بنص الكتاب ونص السنة، يعتبر كافر. ويرجع على تفسير ابن كثير في الآية اللي أنا لسه جايلها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما مسني من السوء. ودي فتوى لابن عثيمين، أشار بمن إذا ادعى لنفسه أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب فأنه كافر لا يصح. حتى العلماء قالوا يصح أن هو الإنسان حتى لو أم مصلين لا يصح الصلاة وراءه، يعني كافر بالكليه. معلش انا مش خصصتك انت، من ادعى هذه الاشياء كافر. طيب خلينا يرد بقى، علم الغيب مختص بال، طيب بعدين سيبنا كمل. وما تدري نفس باي ارض تموت. ربنا سبحانه وتعالى ختم لها قال ان الله عليم خبير. ليه؟ لان ربنا قال لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الانفاس معدوده والاجل محدوده، والذي عددها وحددها هو الله، هو اللي ربنا اللي عارف انك هتموت وقت ايه، واللحظه اللي انت هتموت فيها قبل ميلادك بستة اشهر، ومجيئك الى هذه الحياه. دي اختصاصيه الله سبحانه وتعالى، هتتدخل فيها فقد افتريت على الله كذبا. يعني دلوقتي اصبح ان الدكتور احمد كده في حكم الشرع، اذا اعتقد هذه المعتقد في يعني حكم الشرع كافر بالكلية، مع احترامي له كافر. ويرجع الى التفسير، ويرجع الى فتوى ابن عثيمين، ويرجع الى نص الآية. يعني 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 في سورة الأعراف. طيب خليني انا بس، لا مش بدون نقاط، اقرأ الآية في سورة النمل. طيب معلش، طيب لا طيب بص، يعني انا لو سمحت انا خلينا بس، يعني اعتقد ان يعني الحوار يعني وصل فيه ان في ناس بقت كفرة خرجت من الدين، وفي ناس بتتهم الطرف الآخر بأن هما يعني في ايه ده، ممكن نسميه تعصب شوية، او وكان الدكتور احمد قال في بداية اللقاء ان هذا التعصب ده ادى الى وجود داعش، ودخلنا في قصص اخرى. يا استاذ سامح، لا ده غير على الدين. اعتقد ان الامر يعني اتفضل. اولا النقطة بتاعت انك كافر، لا كافر ومرتد بتاعت الله يطلع عليها، لست تعلم بمساطة الا من تفضل. ماشي، انا جاب لك راجل بتاع شرع وبتاع دين. بعض علماء الاسلام، حضرتك بتقطعني دلوقتي مش الشيخ يا فندم. ماشي مصر يا فندم. دلوقتي يا جماعة انا عندي من الفيسبوك دلوقتي اصحاب اهو، واحد اسمه جابر خليل بيقول لك للاسف المذيع محايد ولا يدير الحلقة بالتوفيق. احمد انت كده هترهبني يعني كده انت بترهبني يعني كده انت بتخوفني يعني مثلا. صح، علشان هم حافظين مش فاهمين التواصل من لا انا كده مش لا 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 لا
بص يا بص يا بص يا دكتور احمد يا دكتور احمد يا دكتور احمد انت اصل الحركات بتاعتك دي معروفه لا 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 لا, لا معروفه يعني يعني عزام الشاهدين يعني احنا الحاجات دي بنشوفها كتير والنوعيات دي بنشوفها كتير وهذه وهذه النوعيات من الاشخاص بنشوفها كتير احترمنا برضو لكل الاشخاص احترمنا لكل الناس احترمنا لكل واحد بيتفرج علينا ما عندناش اي مشكله في اي حاجه ومتقبلين النقد مفيش مشكله الحمد لله ما نطلعش كدابين الحمد لله ما نطلعش دجالين الحمد لله ما نطلعش كفره الحمد لله ما بنشككش الناس في ديننا ولا في اسلامها واحنا خلينا نسمع راي الاخر اتفضل يا فندم رد اتفضل يلا قول انا راجل بتعطيني مش فاضي الشيء انا مش بقطع اتفضل اتفضل اقسم بالله العظيم ده ودود الناس من على الفيسبوك اولا انا قصدت من اول انا اقول انسان صحوه ودارس الفقه على مذاهب الاربعه حتى لو قال الدجال ودارس علم الفلك ومعاه دكتوراه في علم الفلك من بريطانيا لان بربط فين وفين الدكتوراه دي بقى انت فين الدكتوراه